بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله الكيكة بديل البيض. ايه هو بديل البيض ده؟ هو الحقيقة حاجة سهلة جدا ومتوفرة. هو مية سلق الحمص المركزة. كوباية حمص بننقعها الاول في المية حوالي 12 ساعة، بعد كده بنسلقها بشكل طبيعي لحد ما الحمص يستوي معانا تماما، وبعد كده بنشيل الحمص من المية وبنسيب المية على النار تغلي لحد ما تتكثف معانا ويفضل في الاخر عندنا كوباية. الكوباية اللي بتفضل معانا بنحطها في التلاجة وبنسيبها لحد ما تبرد تماما، ويفضل ان احنا نسيبها لتاني يوم. بعد كده هنحط مية الحمص في بولة وهي باردة جدا، وقوام مية الحمص لما بتبرد معانا بيكون تقيل وشبه بياض البيض، وهنضرب بالمضرب الكهرباء على سرعة متوسطة. لما ضربنا مية الحمص حوالي دقيقتين بتبقى معانا بالشكل ده. بعد كده هنضيف كوباية سكر تدريجي أثناء الخفق، معلقة كبيرة في معلقة كبيرة. بعد الخفق حوالي 10 دقايق بيكون معانا بالشكل ده. بعد كده هنضيف 3 معالق كبار سمنة تكون بحرارة المطبخ أو زبدة. هنكمل خفق. لما السمنة تتقلب مع الخليط هنضيف كوباية وربع دقيق متقلب معاهم معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح، ونقلب كويس. بعد ما نقلب الدقيق كويس مع العجينة هنحط العجينة في صينية مقاس 22، نكون فرشين فيها ورق زبدة ودهنينه كويس بالزيت، وهنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 وهندخلها على الرف الأوسط. وخلاص كده الكيكة استوت معانا وبتاخد معانا في الفرن حوالي ساعة الا ربع، وبنسيبها لحد ما تبرد خالص وبعد كده بنقطعها. والفكرة في استخدام مية الحمص بدل البيض وانها بتدي نفس النتيجة تقريبا او نتيجة قريبة، ان مية الحمص بتكون مليانة بالبروتين، لان الحمص بطبيعته اصلا مليان بروتين، ومعروف ان البروتين او يعني السائل اللي فيه بروتين مع الخفق بيملى هواء وبيعمل رغوة قوية متماسكة، وده طبعا بينطبق على البيض ومية الحمص زي ما شفنا. وبعد ما بنقطعها بتكون معانا بالشكل ده، طرية وناعمة جدا وهشة. وأكيد هيكون في سؤال، هل في طعمها أي طعم للحمص؟ الإجابة لا، طعمها بيكون كيكة عادية مفيش أي طعم للحمص. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا.